حلقتنا النهاردة بمناسبة يوم اليتيم بنقدمها مع شباب غير كل الشباب اللي تعاملنا معاهم قبل كده، مع شباب بيبنوا للمستقبل، مش بيبنوا بالعمل التطوعي بس وكلام مش وقت هيعدي ويخلص، لا دول بيبنوا في أطفال صغيرين، أطفال اتحرموا من الأخ والأخت، هم فكروا إنهم يبقوا أخوهم وأختهم دلوقتي وعلى طول. هنتكلم معاهم ونتعرف عليهم وعلى أحلامهم، واستنونا وتابعونا وحلقة جديدة، واحلموا دايما معانا. يا ما نفسي عيش إنسان قلبه على كفه، كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يا ما نفسي عيش إنسان قلبه على كفه، كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يضحك يضحك خلق الله، يفرح يفرح كله معاه. احنا بنتكلم النهاردة عن شباب متطوع للعمل في خدمة الأيتام بس بشكل مختلف. معنا دلوقتي هبة فؤاد الأخت الكبرى، هتكلمنا عن دورها وهتكلمنا عن تطوعها في العمل ده. هبة قوليلي يعني ايه الأخت الكبرى؟ الأخت الكبرى أخت لطفل أو لطفلة، بتكوني مسؤولة عن كل حاجة كبديلة لأم، أم وأب وأسرة كاملة يعني. فهي بالنسبة للطفل بتبقى الأخت الكبرى أو للطفلة اللي بتختارها، تبقى مسؤوله عنه في حاجات كتيره قوي قوي قوي. انت بقالك كام سنه بتشتغلي في يعني مش بتشتغلي متطوعه لانك تكوني الاخت الكبرى؟ كده 6 سنين ان شاء الله. عندك كام اخ واخت؟ بصي انا يعني المكان اللي انا فيه اوريدي فيه 13 طفل، انا بعتبرهم كلهم اخواتي. وفي طبعا مني في اخ مسؤوله عنه، هو عادل. اوكي ده كان سنتين، انا واخداه سنتين، دلوقتي بقى 6 سنين ما شاء الله. سوري 8 سنين، يعني بقالي 6 سنين معي. طيب قوليلي يعني مهام الأخت الكبرى بالنسبة لعادل أو لبقية الأطفال إيه؟ هو حضرتك مني بيبقى المفروض إن هو الطفل، حتى إدارة المكان بترجع ليكي في كل حاجة، يعني حتى في اختيار المدرسة لما كان لينا حرية إحنا نختار في بادجت معينة. بتتعاملي زي أي أم مسؤوله في اسره، انت بتروحي بتدوري على المدرسه اللي تناسب البادجت بتاعته، بعد كده بتتابعيه في المذاكره، بتختاري له معاه يعني طبعا الرياضه اللي بيحبها او التمرين، بترفعي عنه وبتكافئيه ما ينجح في المدرسه، انك تروحوا فسح وخروجات. كمان في حاجه مهمه جدا ودي محتاجينها بقى المجتمع كله بجد، دور البيت انه يبقى بيت بتاعنا احنا بقى، يبقى سبورتد في الموضوع دوت للشباب، لان هو في الاخر الطفل بتاخديه او الطفله، الميزه ان احنا بناخدهم وبيجوا فترات يبقوا معانا في البيت ومع اسرتنا وبتخليه واحد من العيله عندك، فبالتالي نوعا ما بيكسر حده ان الطفل ده يطلع متضايق من المجتمع، لانك انت بتعتبريه ان هو فرد من المجتمع وليه اسره وليه اخوات وليه حد مهتم بيه وكير على نجاحه. فيعني طيب انت يعني عايزه دعم من اسرتك او من اسر الشباب المتطوعين، لكن ده برده مش بيأثر على نفسيه الطفل ان انت هو عايش في مكان لكن بتاخديه زي فسحه يروح بيت فيه اسره طبيعيه وبعدين يرجع تاني يبقى قاعد مع اصحابه او اخواته في مكان لوحده، يعني ده ما بيعملوش لخبطه كده؟ هي بتعمل وعدينا في المرحله دي، بس هو حبه حبه طبعا. وبرضو بصراحة أشيد بدور المكان اللي أنا فيه في موضوع إن هو إزاي يجيب لنا دكاترة وخبر تربويين، إزاي يخلينا نعرف نرد على الأطفال بدون ما يبقى فيه لخبطة أو نطلع من اللخبطة بتاعت الفيلينج ده إن هو ده بيته ولا مش بيته. كده دي طبعا استفدنا بيها من الخبر التربويين دول، إن إحنا حاولنا نعدي المرحلة دي، إن أنا أخت إن أنا حد مهتم بيك جدا ودي أسرتك وده بابايا ومامتي وإنت في البيت عندك إخواتك اللي معاك، زي ما أنا باجي أقعد معاك في البيت إنت بتيجي تقعد معايا في البيت. نوعا ما يعني بنحاول نقلل الموضوع اللي هو حسية الطفل من ناحية المجتمع ده.
عايزه اعرف احلامك للمستقبل، عايزه احلامك الشخصيه، وعايزه احلامك للعمل التطوعي اللي بتقومي بيه. يعني انت بتزكي عن صحتك، وبتزكي عن حياتك واستقرارك ما شاء الله في حياتك، بتحاولي ان انت تدي استقرار في حياه طفل محروم منه. احنا طبعا بشتغل في مجال السياحه، فاتمنى طبعا في الظروف السياسيه والاقتصاديه اللي احنا فيها ان الدنيا باذن الله يعني تكون احسن الفتره الجايه. زي ما اتكلمنا على الاخت الكبيره، في كمان الاخ الكبير معانا محمد، ومعانا زيزو زياد اخوه الصغير. محمد ده عايزك تكلمني عن تطوعك في العمل لانك تكون اخ كبير للاطفال ما عندهمش اخوات. تمام. هو احنا بالنسبه انا كنت بزور من وانا صغير، بزور مع مدرسه دور ايتام وكده، فكنا دايما بنزور اطفال ايتام. انتوا هتزورنا تاني؟ كنا بنقول لهم بس احنا كناش بنزورهم تاني. فلقيت هنا في المكان ان في نشاط اسمه الاخ الاكبر. النشاط ده ان الاخ بيجي بيقعد مع الاطفال كلهم فتره، وبعد كده بيختار طفل هو يعني حاسس ان هو قريب ليه، ان هو يساعده، بقى يبقى اخ ليه مسؤول عنه ولي امره بالظبط. ان هو بقى يوديه النادي تمرين، ينزل معاه صلاه الجمعه، يحفظه، ياخده في العيد مبيت، يتابعه في المدرسه، هو ولي امره. يعني بتاخده في العيد مبيت، يعني فعلا بتاخده معاك البيت؟ بيبات عندي. هو عارف اول ما يجي العيد، هو عارف ان هو ايه عندي في البيت، ان هو يبات معايا، اللي هو بيبات عند اخوه، وعارف عندي في البيت، عارف اخويا وعارف مامتي وعارف بابايا، وعادي هو بيبقى مبسوط معانا يعني. طيب زيزو هتسيب لي المايك اتكلم شويه بعدين ادهولك. طيب يعني عايز اعرف برضو اهلك في البيت شجعوك اكيد طبعا على حاجه زي كده، بس يعني انا برضو ما زلت بتكلم على الجانب النفسي للطفل، ان هو عايش في دار وبعدين بيروح زي رحله لبيت فيه اسره كامله وبعدين يمشي. يعني هو بيبقى مبسوط اليومين دول، بس اكيد بيبقى فيه مشكله ان هو مش عايز يمشي، عايز يقعد معاك. حضرتك هو بيحب المكانين، وعارف ان انا في اخواته الصغيرين فهو بيحبهم. يعني هو مفيش مره تلاقيه عيط يقول لك انا عايز ابات عندك. هو عنده قناعه كده، ممكن نسميها قناعه الهيه من عند ربنا سبحانه وتعالى، ان هو منعم عليهم بالنعمه ديت، ان هم بقى عندهم قناعه. النشاط ده خلى عندهم قناعه. انا عندي اخويا، احنا عندنا احد الاخوات البنات يعني كانت بتحكي، فبتقول لهم انا بس دي كبيره عندها 12 سنه، تقول انا لو عندي بابايا ومامتي انا خلاص مش عايزاهم، انا عندي عيلتي. فبيقولوا طب ما ممكن يكون غصب عنهم، يعني هم مش متواجدين غصب عنهم، يعني توفوا اضطروا انهم يسيبوك. انا خلاص دخلوهم لاخوات وانا اشوفهم اذا كانوا كويسين ينفعوا معايا ولا لا. فهو النشاط يعني مثلا كريم النهارده مثلا هيرجع، عارف ان محمد هيوديه تمرين السباحه، عارف ان الشيخ جاي النهارده فلازم هنراجع بسرعه قران عشان يسمع للشيخ وهكذا. بيبقوا مثلا ايه يعمل حاجه غلط، عارف ان اخوه زعلان منه، تيجي تاني يوم مخصوص مستنيك عشان يقول لك ان هو خلاص عدل من سلوكه. طلع بيتعامل على انك اخوه فعلا، اخوه كبير اللي هو بيحترمه وليه دور في حياته، وكمان برضو يعني مش بيخاف منه لكن بيخاف على زعله. بيخاف على زعله بالظبط كده. يعني مثلا يطلع ترتيبه كويس مع مش مع الشيخ، يعني ده حصل يوم الاثنين، الشيخ جه مش كريم ما كانش كويس معاه، حافظ بس مش عايز يقعد كويس، فطبعا اتضايقت منه وما طلعتش لعبت معاه زي ما متعودين نلعب. فتاني مره على طول الاول، هم مستنيني على مش انا الاول، فين بقى الحاجه الحلوه؟ فهو ده دي ميزه النشاط عندنا، ان هم ليهم عيله. طيب تمام. في حاله كريم، كريم طفل عادي وانت معاه بقالك سنتين، زيزو ذوي احتياجات خاصه او زي ما بنقول ذوي اعاقه، وفي نفس الوقت لسه انت جديد معاه، فقول لي بيفرق التعامل ازاي لما يكون طفل عنده حاله خاصه محتاج تعامل معين؟ تمام. هو زياد مش بيمشي، فهو بيضطر ان هو كل مشاكله مشاكل طبيه. يعني كريم ممكن تبقى مشاكله مشاكل سلوكيه، مشاكل ان هو يبقى ملتزم في الصلاه، ملتزم في المذاكره، ملتزم. فزيزو مالهوش بقى في الكلام ده خالص. زيزو واخد المايك بس، عايز المايك بتاعنا طبيه وبس. فان هو بيبقى عنده جلسات علاج طبيعي، طب هو بيحضر جلسات تخاطب، فعايزين اختبار سمع، فقوم رايح مثلا زي امبارح رحت عملت له اختبار السمع. طب انت عايزك برضو يا محمد يعني قول لي، انت ده مش بيسبب لك عبء؟ يعني مش حاسس ان انت يعني لازم يكون ليك وقت تفضيه لزيزو او لكريم، وفي نفس الوقت وقت لحياتك واصحابك وخروجاتك؟ يعني بتعرف ازاي تظبط الدنيا ما بين هنا وهنا؟ بص هو حضرتك، انا مبدئيا انا طالب في السنه الاخيره في كليه هندسه بكالوريوس، كمان يعني عندك مذاكره وعندك مسؤوليات بالنسبه لنا. ده بيبقى كرم ربنا سبحانه وتعالى، يعني بتحس ان الوقت يعني ربنا مبارك فيه، معنى كلمه ربنا مبارك فيه. يعني زياد مثلا ما بيروحش المدرسه زي كريم، فلو انا فاضي الصبح اجي مع زياد، كريم هيرجع فانا بخلص كليتي اجي اخلص كريم مثلا واقوم مروح البيت، فلاقي نفسي في البيت الساعه 7، فبيبقى قدامي وقت ان انا اخلص ايه اللي ورايا. اصحابي برده بوفق ما بينهم ان احنا نتقابل مره في الاسبوع او كده، يعني فما فيش اي مشكله يعني. يعني رجلك واخدك على المكان يعني. طيب حلو قوي. عايزه اعرف برضو بالنسبه انت ليه فكرت ان انت اصلا تشتغل في عمل تطوعي وتدي وقتك ومجهودك لاطفال وتقول لهم ان انت اخوهم وتقوم فعلا بالدور ده؟
تمام. هو مبدئيا كده يعني، هو من وانا صغير فعلا انا بحب الاطفال الايتام يعني، كنت بلاحظهم مع ناس انا بحبهم. غير كده ده اللي ناقصنا هنا يعني، ده اللي ناقصنا في البلد دي، العمل التطوعي. انت ربنا خلينا بفطره كده حلوه، تلاقي واحد بيزق عربيه في الشارع تلاقي نفسك رايح تزق معاه، مستعجل ومش مستعجل ونازل من البيت مستعجل، تلاقي نفسك رايح تزق واحده بتعدي الشارع كبيره بس تلاقي نفسك واخد معاديه. فهي دي طبيعه فينا احنا كبشر يعني، كون ان احنا مش بننميها. فالمكان هنا يعني اداني فرصه ان انا انميها بالشكل اللي يريحني، فبقيت مواظب على كده يعني، بس مش اكتر يعني. طب احلامك للمستقبل ايه؟ احلامي ان انا اتخرج بقى من الكليه السنه دي ان شاء الله، وان انا ابقى مهندس كويس واسس عيله، وان يبقى كريم معايا طول العمر باذن الله لحد ما يتجوز. يعني في من ضمن احلامك ان اخوك يفضل مستمر معاك يعني، بتحلم له معاك؟ هو يعني اخويا يعني خلاص بقى يعني، احنا بننسى ان احنا بنعمل خير يعني. انت ممكن تيجي تلوم نفسك انت مقصر في الصلاه، مقصر ما اعرفش في ايه، ومضايق ماما مش مضايق ماما، بتنسى ان انت في جانب خير انت بتعمله وبيجيب لك جبل من الحسنات، ده بتنساه خلاص. هو اخوك، هو خلاص دي حاجه ثابته في حياتك يعني. الاول بيبقى بس شغل او عمل تطوعي، بعد كده خلاص بتبقى حياه بقى، بيخش في نسيج حياتك. احنا هنا الاداره في المكان بنسجل اللي احنا بنعمله مع الاولاد، بحيث لو في اسره مقصره مع اخوها في جانب معين نقدر ان احنا ايه نشوف حد تاني يقدر ايه يساعد الطفل. فلو حضرتك بصيتي على المكان اللي انا بسجل فيه هتلاقي تقريبا يعني شبه معدل 6 ايام في الاسبوع انا متواجد هنا. فدي خلاص بقت حاجه تلقائيا، تلاقي نفسك لبست ونازل، هتعبان بقى مش تعبان يعني، ما بتاثرش فيك يعني، خلاص من ضمن واجباتك اليوميه، كانها مذاكره، كانها كليه، كانها رايح تؤدي والدتك للدكتور، ايا كان يعني، حاجه مهمه في حياتك، حاجه اساسيه. حلقتنا النهارده زي ما بنتكلم عن يوم اليتيم، حرصنا ان كل حلقه يكون ضيفنا فيها معاه اخوه او معاه طفل من الاطفال الايتام، لان حقهم النهارده ان احنا نحتفل بيهم. معانا احمد الكبير وياسر الصغير. احمد عايزك تكلمني عن القمر اللي معانا ده ياسر، وعايز اعرف العمل التطوعي برضو، فكرة ان انت تكون اخ كبير لمجموعة من الاطفال او طفل تمارس معاه الاخوة بكل معانيها، يعني مسؤول عنه في مدرسة، مسؤول عن تمارين، مسؤول عن مذاكرة، مسؤول عن فسح، مسؤول عن عقاب، كل حاجة. هي الاول ياسر. احنا هنا عندنا نظام اسمه الاخ الاكبر. الاخ الاكبر ده طلع بناء عن اول ما المكان هنا فتح، كانوا بيدوروا على ايه المشاكل اللي في دور الايتام تانية. لقينا ان اكبر مشكله ان الطفل ما عندوش كبير، ما عندوش حد بيحترمه، غير ان هو خايف مثلا ان هو يتضرب، خايف ان هو يتعاقب، خايف انه كده. فمن هنا طلعت فكره الاخ الاكبر. احنا ممكن ما يبقاش في اب وفي ام، بس في خال، في عم، في ناس في العيله كبيره بيقدر ان هو يحترمهم ويسمع كلامهم. فهو وصلنا الحمد لله فكره الاخ الاكبر ان هو مش خايف مني، بس هو خايف ان انا ازعل منه، خايف ان انا ابقى مش زعلان، ان انا ما يتعاقب مني، ان هو كل ده بيبقى هو شايفه وهو كطفل حاسس بيه. بالنسبه للمدرسه، هو في المدرسه ما فيش، المكان هنا ملوش دعوه بالمدرسه خالص، هو المكان هنا انا متابع المدرسه، فلو عمل اي حاجه في المدرسه فبيكلموني انا ولي امره. هو كنفسيا بقى وسط اصحابه، لا ده اخويا، انا اخويا المسؤول عني. بيطلع طفل طبيعي جدا، بدل ما هو لا يتقال طفل يتيم. المجتمع هنا بيبص نظره للطفل يتيم ان هو ايه، هو طب هو ايه ذنبه يعني، هو عمل ايه؟ لا هو ما عملش حاجه خالص، هو ذنبه ان اهله سابوه او كده. فمن باب ده احنا عملنا الاخ الاكبر، فكره الاخ الاكبر ان انا ايه متابعه في تمارين، متابعه في مدرسه، متابعه في قران، متابعه في صلاه، كل حاجه حياته كلها انا متابعه معاها. طيب يعني انت بدات تبقى اخ لطفل عنده كام سنه؟ انا بدات دلوقتي هو عنده 10 سنين، انا بدات معاه وهو عنده 6 شهور. طب حلو قوي، يعني من 6 شهور لغايه 10 سنين بتتعامل معاه ازاي في فكره ان انت مش عايش معاه في نفس المكان، ان انت عندك ام واب واخوات في مكان تاني، وممكن هو بيجي لك البيت زياره انت بتقعد معاه، بتتعامل معاه ازاي في الحته دي؟ هو الـ 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 الوضع 10 سنين يعني كبير وفاهم. 10 سنين هو فاهم، وفاهم ان انا يعني خلاص احنا، هو فاهم، كان هو صغير كنت بقول له احنا اخوات، دلوقتي هو فاهم ان لا انت اسمك احمد حسن وانا ما اسميش زيك، فايه العلاقه دي؟ فقلت له احنا الاخوه في الاسلام، احنا كلنا اخوات. ابتديت ان انا اتعامل معاه ان انت ليك بيتك اللي بتحبه، كبر في بيته، احنا مش عشان هو اخويا فكرهه في بيته، لا انا عايزه يطلع حابب بيته وحابب المكان اللي هو فيه جدا. فحب المكان ده خلاص، هو عايز طب هيجي عندي في العيد، هنبات سوا، هنروح اي مكان، خلاص هو دلوقتي عارف انه هنرجع تاني على البيت، علشان ده المكان اللي هو عايش فيه. انت حابب ان انت تعيش في حته تانية زي ما انا حابب ان انا اروح اسافر؟ طب انا ببقى وانا راجع من السفر ببقى زعلان، بس انا عايز هرجع تاني بيتي، ما اقدرش اسيب بيتي، فده بيتي اللي انا متعامل اللي انا عايش فيه.
ليه بقى فكرت ان انت هتعمل عمل تطوعي بانك تشارك في انك تكون اخ لطفل تاني؟ يعني عادة الشباب بيفكروا في عمل تطوعي ان هم يتبرعوا بوقتهم ساعة، يتبرعوا بعمل، يروحوا يحفظوا قرآن، يروحوا يذاكروا مع اطفال، لكن يتبنوهم بانهم يبقوا اخواتهم من دلوقتي من 6 شهور لغاية 10 سنين، وما شاء الله ان شاء الله ربنا يديكم انتوا الاثنين الصحة وطولة العمر وتكملوا. يعني ليه فكرت في انك تستمر في الموضوع ده بالشكل الدقيق قوي ده؟ هي الفكره ان اي نشاط تاني في المكان هنا ثمره التعب بتاعته بتشوفيها وقتي، يعني انت رحتي ووصلتي حاجه لحد محتاج، شفتيه وهو مبسوط ومشيتي. انما عندنا في الاخ الاكبر انا ثمره التعب بتاعتي شايفها طول حياه الطفل وانا معاه، طول ما انا شايفه ده خلاص احنا هنا وصلنا ان اخويا في الموقف ده بيتعامل زي ما انا هتعامل، خلاص هو وصل ان هو عايز بيعمل اللي انا بعمله من غير ما يبص. ده احمد شبه اخوه، ده كل طفل خلاص بقى شبه اخوه لان هو من كتر ما هو بيتعامل معاه. فمن الباب ده احنا هنا قررنا نخش النشاط ده. انا لما دخلته كنت داخله اللي هو ايه اول مره اخش دار ايتام، طب اخش اشوف الدنيا ايه. دخلت عرفت لا هنا مش دار ايتام، هنا في نظام اسمه الاخ الاكبر. اتعاملت في الاخ الاكبر لان لقيت ان انا هنا مسؤوليه كبيره، مش ان انا بروح زي اي دار ايتام تاني اروح اديله لعب وامشي اروح كده، فالطفل بيبقى عنده برود في الاحساس. انا هنا لا، انا هنا مسؤول عنه في كل حاجه، بخلص معاه كل حاجته وبمشي. ابتديت ان انا ارتبط بيه اكتر، ابتديت ان انا لا هنا المسؤوليه اكتر، هنا الوضع احلى. يعني انا جربت هنا، لا هنا الوضع احلى بكتير. احلامك ايه للمستقبل بالنسبه لنفسك وحياتك وبالنسبه للشباب اللي انت بترعاهم؟ لسه اشوفهم احسن حد في الدنيا ان شاء الله. ان شاء الله. يعني انا بجد امنيه من اماني حياتي ان الموضوع يتعمم في مصر كلها، ما يبقاش فكره الاخ الاكبر مقتصره علينا احنا هنا بس، لا انا عايز الاخ الاكبر تبقى في كل حته. لان فعلا والله العظيم انا رحت حضرت الندوات في دور ايتام تانية، لا الوضع مش زي هنا بجد. يعني نفسي فكره الاخ الاكبر تتعمم على مصر كلها، فعلا هتفرق في الاطفال جدا. انت لما تبص لاي طفل تاني، مش بقلل منهم بس والله، بس بقلل من الناس اللي بتتعامل معاهم. الناس اللي بتتعامل معاهم كوظيفه غير المتطوع. يعني الموظف انا جاي كوظيفه هقعد شويه وهمشي، انما المتطوع انا بعمل كل اللي انا اقدر عليه واكتر من اللي انا بقدر عليه كمان. فهي دي اللي بتفرق، هي ده اللي بيخلي الواحد حابب ان هو بيعمله. فانا وانا بعمل مع اخويا كوظيفه، لا انا مش هتعامل مع اخويا، انا جاي اقعد عدد ساعات وماشي. انما كاخويا لا، انا ممكن لو في مشكله وكلموني الفجر هجيله، اخويا مش هقدر ابعد عنه. فدي امنيه من اماني حياتي ان النشاط الاخ الاكبر يتعامل على كل دور ايتام مصر. لسه مع الشباب اللي بيعملوا في العمل التطوعي خاص بالأيتام، معانا بالترتيب أبو بكر وإلهامي ومراد. هنبدأ بمراد الأخ الأكبر وبعدين نرجع لإلهامي وأبو بكر. مراد أنت أخ أكبر برضو لمجموعة من الأطفال، عايزة أعرف يعني أنا سألت قلت ليه حبيتوا العمل التطوعي واشتغلتوا في المجال ده، أنا عايز أعرف يعني الشغل في المجال ده مش شغل بتقبض عليه فلوس، لكن عملك التطوعي في المجال ده عمل فيك إيه، غير فيك إيه، حسسك بإيه ناحية الأيتام دول؟ أول حاجة أنا حطيت نفسي مكانهم، تمام. تاني حاجة يعني الظرف نفسه اللي هو فيه لازم يبقى حد جنبيهم، يعني ربنا لازم يبعت لهم حد. وبعدين عملت التطوعي ده اكيد فرق معايا جدا في الشغل وفرق معايا في حاجات كتير، وبصيت لها كمان من ناحيه تانية في الشغل ان هو فرق معايا يعني جدا بصراحه. بس في ايه بقى؟ بحط نفسي مكان اي حد في اي ظرف، بيبقى في حته تسامح برضه مع الناس، مع كل الناس. يعني فرق في سلوكك انت في التعامل مع الاخرين؟ فرق في سلوكي، لان انا بربي طفل مثلا عنده 6 سنين او 4 سنين او حاجه، لازم انا اربي نفسي الاول قبل ما اربيه. يعني ما اقولوش اعمل حاجه مثلا تعالى نصلي، لا لازم انا اصلي قدامه وبعد كده اجيبه نصلي مع بعض. طيب الدار اللي انتوا بتتعاملوا معاها بتشترط فيكوا حاجه؟ يعني انت لما تروح تقول انا عايز ان انا ارعى طفل، ايه الشروط اللي المفروض تكون موجوده فيك انت ولا اي حد هيجي يقول انا عايز ارعى طفل هيديهوله او هيسيبوه يبقى مسؤول عنه؟ اول حاجه السلوك طبعا بتاعنا يبقى منضبط وكويس، بس عشان هم يقدروا يثقوا ان الطفل ده يبقى معاه.
وده بيبان من خلال تصرفاتك مع الطفل، يعني على طول بتبقى تحت الاختبار او تحت رقابة حتى لو من بعيد. مش رقابة او حاجة، يعني اول حاجة رقابة بس بتاعت ربنا مش حد تاني، بس هي قصة مش اختبار يعني بمعنى الكلمة، بس هي السلوك نفسه. طبعا لو انا عملت اي سلوك وحش بيبان على الطفل، لان هو بيتأثر بيا لان انا قدوته، فده بيبان جدا على الطفل. يعني هما هيعرفوا من سلوك الطفل سلوكي انا كأخ اكبر. تمام. الهامي الهامي، انت وابو بكر بتتكلموا في انكم اصدقاء للاطفال، الدور الصديق ايه مع الطفل اليتيم؟ هو الاصدقاء طبعا مثلا بنخرج معاهم، بنخرج نلعب معاهم، يوم مثلا يكون عيد ميلاده بنشارك فيه، يوم يكون مثلا تعبان ممكن نروح مع الاخوه مثلا المستشفى نطمن عليه نتصل بيه، نزوره مثلا في الاسبوع او الشهر 4 مرات، نجي له مثلا لو هو عنده مثلا حاجه تبع تعباه او حاجه قلقاه او في الدراسه حاجه مش قادر، يعني الاخوه اللي هو يعني يكون متوفر معاه في الوقت دوت، احنا ممكن نكون معاه في الوقت دوت، يعني بيبقى من خان دور الاخ لو الاخ مش موجود. شفنا حلقة مختلفة، شفنا شباب إيجابي عارف إن ليه دور في المجتمع، عارف إن في أطفال محتاجين له، مش بيحتفل بيهم بس في أول إبريل يوم اليتيم ويعدي ويستنوا السنة الجاية، لأ، بيتعاملوا معاهم كل أيام السنة عشان عارفين إن ليهم دور في خدمة مجتمعهم من خلال إنهم يبنوا القيم الصحيحة في أطفال صغيرة هيطلعوا برضو ويخدموا مجتمعهم. واستنونا بكرة وحلقة جديدة وفريق عمل جديد، وبرضه احلموا دايما معانا.